بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، وزارة التموين أعلنت أنه هيتم من النهاردة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك عشان إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على الاستقرار للأسعار. كمان النهاردة هيتم البدء في صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ده غير أن في النهاردة مباريات مهمة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التموين أعلنت أنه هيتم من النهاردة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك بهدف إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. كمان النهاردة هيتم البدء في صرف الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، وده من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تنفيذ قرار منح أصحاب المعاشات منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه بيتم صرفها شهرياً دون التقيد بفترة معينة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات، وهيستفيد من المنحة دي 10.7 مليون مستحق معاش. النهاردة هتعود بعثة منتخب الكاراتيه من تركيا بعد انتهاء مشاركتها في منافسات بطولة العالم اللي أقيمت في الفترة من 24 ل 30 أكتوبر، وحقق خلالها المنتخب المركز الثالث في ترتيب الدول المشاركة برصيد 12 ميدالية متنوعة مقسمة لأربع ذهبيات وفضيتين بالإضافة لست برونزيات. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة، هيلتقي حرس الحدود مع سموحة الساعة 5، والبنك الأهلي هيلتقي مع سيراميكا كيلوباترا الساعة 7. لعشاء دوري أبطال أوروبا موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، أهمها لقاء نابولي الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي الساعة 10 بالليل، في نفس التوقيت بايرن ميونخ الألماني مع إنتر ميلان الإيطالي.